السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا دلوقتي موقع من موقع اوتوديسك استراكشن كلاود. يعني ايه؟ يعني كل شغلك هيبقى موجود على الكلاود، وتقدر تراجع على المشروع وتقدر تشارك الشغل بتاعك مع زمايلك. فأول ما ندخل هنا ده اسم المشروع، تقدر تيجي هنا وتختار لو انت عايز تشتغل على حاجة تانية. هنا المشروع في قد ايه بروجريس، فتقدر تعمل مايلستون وتسميها مثلا ديزاين مثلا، والتاريخ بتاعها، وتقول له كرييت، وتعمل اكتر من مايلستون اهيت. طيب كويك لينك الشتات تقدر تشوفها، المشروع اعتقد ان لسه محطتش شتات بحيث ان احنا نرفع الشتات مع بعض. هقول له اتشيت فروم فايلز، او تقدر تعمل دراج اند دروب. هو اول ما ترفع الملفات هو بيبدا يظبط الاطارات بتاعتها والشيت نمبر والتايتل اند تاج، كل ده ذكاء صناعي متعود هو موجوده فين. تمام، مفيش اي شيت لسه اترفعت. ماشي، هنبدا نشوف مع بعض ازاي نرفع موضوع الشيتات. هروح على فايل، هلاقي ابلود، اقول له كونتينيو فروم ماي كمبيوتر. اكستنشنز، وابدا اختار بعض الملفات كده. ملف اي سي، ملف اوتوكاد، وخلينا نشوف اي حاجة بي دي اف. بدأت الملفات تترفع، في اي لحظة تقدر تيجي تقول له انا عايز ملفات تانية. من ضمن ميزات الموقع دوت ان هو بيقبل منتجات كتيرة مختلفة. هو دلوقتي بيبدأ يعمل لها معالجة بحيث ان انت تقدر تفتحها وتقدر تكتب اي كومنتات انت عايزها. فهو بيقول لك بقى الاصدار اهوت، ممكن تكون انت عامل ابلود لاكتر من حاجه، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها كوبي، تقدر تحط كومنتات زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. ممكن تعمل لها بابلش تو بيلد شيت عشان تلاقي في الشيت دلوقتي. هو بيحاول بقى يشوف الشيت نمبر بتاعتها من جوه اللوحة نفسها، لقى كذا كذا شيت، فكل شيت بيقراه اهو، A101 A102 A103 A104 وهكذا. وممكن تختار درو شيت نمبر اريا، وتختار اني جزء من اللوحة هو اللي يقرا منه الشيت نمبر. بيقول لي شيت اكستراكت كومبليت نيكست تو تايتل اند تاكس، هنروح بقى للتايتل اند تاك. هو يبدأ يفهم فين تكتب بقى انت التايتل لو هو ما خدش باله منها.
اهوت، وتقدر كل واحد فيهم تختار، وتختار هو تبع انهي ديسيبلين. زي ما انت شايف تقدر تعمل زوم، وتقدر تشوف الحاجة زي ما انت عايز، وتقدر تحط اي مشاورة انت عايزها بأشكال مختلفة، مثلا سهم، مثلا مربع، عايز تكتب حاجة، عايز تعمل كلاود على حاجة، وتبعتها للشخص اللي انت عايز ترجع له. يو ار لاين، هنا بقى من ضمن بقى الحاجات اللذيذة ان انت عندك هنا نوع في اشي معين، في كلاش مثلا لقيته هنا، تمام، وهنا يظهر لك بقى الكلاش اهوت، وهل هو اوبن ولا لأ، نوع الكلاش، الديسكريبشن بتاعه، اساين تو مثلا البيم مانجر اللي هو عمر سليم، اللوكيشن، اللوكيشن ديتيلز، الريفرنس، لو انت مثلا في صورة معينة او في اي حاجة هتفيد الشغل هتقول له مثلا والله طب ده في صورة معينة، فيقول لك الصورة دي من على الجهاز مثلا او موجودة اصلا عندك، فنختار بقى اي صورة انت عايزها. فيبدأ يرفع لك الصورة. كليش مثلا بتاع، طيب ممكن تقول له هنا في صورة، في صورة بحيث مثلا عندك انت صورة حقيقية لجزء معين، فتقدر تقول له انا هرفع صورة مثلا بحيث حاجة خاصة بالمكان، حد مثلا عمل لها رندر او كده، فترفع الصورة اللي انت عايزها. عشان هو بياخد وقت بس على ما ارفع الحاجة دي. عايز تقيس بقى، تقدر تقيس من هنا مثلا لهنا، ويديك ان انت تقيس اطوال او تقيس مساحات او زي ما انت عايز، وهكذا. احنا لسه ما ظبطناش السايز قد ايه. باليونت بالمتر بس، انت اول مرة بتظبط الاعداد، وبعد كده بقى اي حاجة انت بتعملها بيبدأ هو ايه يقيس من خلالها. البوردر بتاعتك ممكن بقى اكسبورت، تشير، برنت، شورت كات زي ما انت عايز. تروح بقى للشيت اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وهكذا، فتقدر تراجع اللوح بسهولة زي ما انت عايز. ودي الايشو، لو في اي ايشو انت عملتها هتظهر بقى عندك هنا. يجمع لك كل الايشو في مكان واحد. طيب اقول بقى اقفل ورجعني اللوحة الأولانية خالص. طيب ده بالنسبة لي الشتات، وده موضوع لذيذ جدا وقوي جدا طبعا، تمام. ممكن تعمل فيو شيت اكتيفيتيز، الحاجات اللي اتعملت فيها، اعمل شير او سبورت زي ما انت عايز. شير كده اني بروجكت ممبر، اي حد من الفريق يقدر يشوف الملف دوت، ولا اني وان ويز ذا لينك، ولا انذر بروجكت. بيقول في اختيار اسمه بابل شير ستيرن اوف، اتصل بالبروجكت ادمنستريتور اللي هو انا، هدخل في الخصائص واعدل الموضوع ده. فايلز، شفنا احنا الفايلز ازاي ان احنا بنرفع الملفات. هنا الايشيو بيجمع لك الايشيو بتاعت المشروع كله في كل اللوح، يظهر معاك هنا، وتقدر تقول له اصلا كرييت ايشيو، وتعمل مشاكل جديده، ربنا يجيب مشاكل. دي فورمز جاهزه، تقدر تعمل فورم او تبص على الحاجات. يعني فورم مثلا بحيث ان انت بتسيش حاجة خالص، دي الريبورت يومي، بتعمل تشيك 1 2 3، ايه الحاجات الصح، ايه الحاجات اللي اتعملت النهارده، زي ما بيحصل ان احنا بننزل الموقع ونتأكد هل الحاجات في اماكنها، هل الشغل مظبوط، هل كذا، هل الصبة في ميعادها، كل الكلام ده. هنا هتلاقي كل الصور الخاصة بالمشروع،
اه الصورتين اللي احنا رفعناهم اترفعوا، هما بس بياخدوا شوية وقت. ال RFI request for information، لو احنا بعتنا ايميل فممكن تقول له create RFI وتقول له مثلا ال status التايتل بتاعتها، البلن كورت الكور ريفيو مين اللي هيراجع، فلازم اكتر من شخص، ما ينفعش نفس الشخص يعني، الوقت بتاعها، اللوكيشن وهكذا، وتعمل ال RFI. السبميتال لو في اي سبميتال هتلاقيه ظاهر هنا، تمام. لان احنا بنعمل زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا بنعمل ورك فلو، ان في شخص معانا هو اللي مسؤول عن السبميتال. الاجتماعات ميتينجز، تمام، كريت ميتنج، وتبدأ بقى تشوف اسم الميتنج، الأجندة، مين اللي معزوم، و النقطة اللي احنا نناقشها، وملخص الاجتماع وهكذا. الأسيتس أو الأصول اللي موجودة، فتقدر تعمل امبورت الأسيتس، تمام. ملف اكسل فيه كل حاجة، بدل ما تقعد تعمله من الأول اعمل داونلود سامبلز وابدا املا الخانات اللي موجوده. ودي الروبوت اللي هي التقارير، هتقول له انا عايز اعمل مثلا تقرير بالار اف اي اللي اتعمل، هو بيبدا ياخد المعلومات كلها ويبدا يحطها. اعمل لي تقرير بالايشوز مثلا، نعم. سيستم بريد ماشي، لا فبيبدأ يعمل التقرير، وهو اوتوماتيك بيقرأ المعلومات دايركت، يعني مش لازم انت تدخل المعلومات، ما دام في معلومات في الايشو هيبدأ يحطها لك هنا. وتقدر تيجي هنا تقول له كوبي لينك او شير روبوت او داونلود روبوت زي ما انت عايز، وتشاره مثلا مع الناس اللي معاك في المشروع، هيبعت له بيهم ايميل. فانا هجي لي ايميل على ال على ال اسم دوت على الايميل بتاعي بتقرير PDF موجود، بان في اتنين ايشيو وهمت فيهم كل المعلومات. طبعا انت بتملى المعلومات ديت، وبعد كده اعضاء الفريق تقدر تضيف بقى اللي انت عايزه اد ممبرز، وتبدا تحط الايميل بتاعه وتديله الصلاحيات هو من حقه ان هو يشتغل عليه. وبعد كده سيتنج، دي معلومات عن المشروع، معلومات عن اللوكيشن، وبعد كده النوتيفيكيشن ان يجيلك تنبيهات، بالشكل ده. لو بصيت هنا هتلاقي ان هو متقسم بقى دوكيومنتس ديزاين كولابريشن موديل تيك اوف بيلد كوست انسايت، ده كل الحاجات دي هنشوفها بعد كده على قناة بيماريبي.